وكاد الشهر الأول من الصيف الحار ينتهي. أبرز ملامح الصيف هذا العام هو العالم عالمين، هذا المهرجان الكبير الذي بدأ منذ 11 يوليو وهيستمر حتى 30 أغسطس. لو سمحتوا يا جماعة الإربيس اقفلوه لو سمحتوا من عندكم. احنا عندنا الزملاء بيروحوا دايسين على الزرار، سايبين الاربيس، قاعدين يتكلموا جوه، كل ده في ودني، فانا مش عارف اتكلم، فانا بعتذر لحضراتكم. العالم عالمين انجاز كبير جدا وتعاون بين الشركه المتحده واجهزه وقطاعات حكوميه عديده. نجحنا في اننا نقدم في العالم العربي ما هو يؤكد على الرياده. نجوم مصريين وعرب وغناء ومسرح وأحداث وصحة وإتوبيسات كهربائية وعالم مختلف تماما. مدينة العالمين اللي الحلم الكبير إنها تبقى على 50، إحنا عملنا لغاية دلوقتي 18,000 فدان. المباني، المدينة شمال ويمين، المدينة فيها سينمات، فيها مسارح، فيها قصور ثقافة، فيها حاجات كتير جداً. الناحية اليمين اللي هي مش على البحر فيها مدينة سكنية، مدينة العالمين، فيها سكان كتير، فيها ناس بتشتغل، بتخدم، مستفيدة، جزء من مصر بيحيا. لغاية دلوقتي احنا شفنا كاظم الساهر، شفنا أسماء كبيرة اشتركت في الغناء، الفنان الكبير محمد منير، الفنانة ماجدة الرومي، أسماء مصرية كثيرة وكبيرة جداً. لسه في حفلات هيكون فيها عمرو دياب، هيكون فيها تامر حسني، هيكون فيها رامي جمال، في مسرحيات الستات عايزه ايه، مسرحيه فيلم رومانسي، مسرحيات تانيه، فعاليات رياضيه، شفنا مباريات كره القدم بين نجوم الكره المصريه القدامى في العالمين، كان شيء مبهج ومفرح جدا. وزاره النقل وفرت 10 اتوبيسات كهربائيه عشان تخدم الركاب، عملت رحلات يومية، ناس بتروح بتتنقل من المحافظات تروح العالمين تقضي يوم وترجع، تحضر حفلات وتستمتع وتشم الهواء والبحر المتاح لكل المصريين. خدمات صحية بالمجان، عاملين شارع اسمه شارع الصحة، دي كانت مبادرة نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار مع الشركة المتحدة. الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلانية أعلن إن الشركة خصصت نسبة 60% من أرباح مهرجان العالم عالمين لدعم أهالينا في غزة، والتأكيد على أن الفنانين الذين يظهرون على المسارح هناك يدعمون القضية الفلسطينية، يحاولون أن يوصلوا صوت إخواتنا الفلسطينيين في كل مكان. شيء يدعو للفخر، وهني عليه الشركة المتحدة على هذا الجهد الكبير، وحيي الوزارات التي ساهمت في نجاح هذا المهرجان. ننتظر شهرا آخر من السعادة والمتعة والبهجة للمصريين.